حاجه اخرى هاني باش نكونفيرميها في ترند زادة برشا ظواهر ولات في المجتمع كي يقول لك تخوف تخوف ولدك ربي 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 يمشي يضرب حربوشه في ساعه كروز قدام الليسي ويدخل يضرب المعلمه ويقول لك مانيش واعي. لا مش متربي سامحني. لا لحظه لا لحظه حتى لبرا اسمعني الفاسد فاسد فاسد هنا وفاسد لبرا واللي يحب يخدم ويكون منتج ويكون صالح للعمل هنا واللي لبرا انما يعني فما نظريه سوداء يعني فما السواد واضح ترى احسن ما نوافقكش انا كلها شعارات هذيا نتكلموا خليه ساقينا في القاعه ونخرجوا للشارع التونسي نتكلموا مشاكل كبيره نخرج للشارع التونسي نتكلموا ما انت تتكلم مريم تحكي في حكايات اجا للليسيات نتاعنا وشوف ما تقوليش متربي متربي وليد راهو ديما يخرجوا جولي البريتكست هذا نتاع زعما انا مانيش عايشه في تونس لا ما قلتش جو سوي تري موديرن زعما فرونسي انا ما قلتش انا ما قلتش انا ما قلتش لا انا عايشه في المجتمع اي ما قلتش راني كي العباد الكل وراني نصرف كي العباد الكل وراني نفس يا مريم اوصف الشارع بالحق لا 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 اوصف النسيات بالحق لا 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 نغزر اوصف بالحق اوصف المكاتب بالحق اوصف الشارع بالحق ما تقولش هكا عليا وقاعده نشوف مش بالحق مريم فما ظواهر وفما ارقام يا نوفل فما ارقام ها باش نحكيو على الواقع مريم مريم مش عليك انت عايشه لبرا ولا ولكن فما ارقام مرعبه ترى باش نسمع اغنيتي سامحوني باش نقصوا نسمع اغنيتي مع ولد صالحي انا كل شيء يدور حولك انت غنيتي برنامجي ضيوفي كرونيكوراتي عايشين ديكتاتوريه احنا يا ابو بكر جيب فلاح واحكم فيه يا ابو بكر خبزه مره كي انت تحب تعمل الفلاحه ماهوش ذنبي واضح سي وليد غنيت والكلنا باش نشيخوا عليها وبعد نرجعوا تصفيقه كبيره على وليد الصالحي عايده علق معايا على الخبر الاولاني تفكيك شبكه تهريب مخدرات عبر وكالات اسفار ومطاعم عليه حكيت عليه هذه لانه توري شويه الريزو وكالات اسفار تبعث يبلعوا المخدرات من بعد يجيوا يسيبوها ومطاعم سيارات فخر وسيارات اسعاف ويخوت لتهريب المخدرات وشدوا مع ريزو كبير وطريقة متاع ناس مع العلم رقم باش نعطيك الناس متاع لا وسيبوها سيبوها استهلاك الزطلة في السنوات الأخيرة تضاعف 5 مرات نحب يجيوك الجمعيات متاع سيبوها سيبوها ويجيني ضيف وفي المباشر بصراحة معناتها سيبوها سيبوها ولا وكي تسيبوها تو يقل استهلاك تضاعف 5 مرات قلت عايدة هو ما بين 2017 و2021 400,000 من الشباب ما بين معناها تلامذة وما بين معاهدة ما بين كليات يتعاطوا في المخدرات 400,000 معناها سي انورم كان من وقتها معناها 21 اليوم احنا في 24 يتضاعف 5 مرات معناها سادوا اتخ تيغيبل الارقام خطير. الجديدة خطير جدا ويخوف انا معاك مش كيما قالت بعض الاطراف قدام المدارس راهو قدام المدارس راهو احنا ما عندناش ديسال يا مريم انت قلت اللي معناها يتعاطى معناها ويدخل يضرب ماهوش متربي راهو الاولاد هذوما سون دي فيكتيم اكثر منه انه هو معناها فاعل لانه اليوم راهو في المدارس ما عندكش حتى سال دو بيرمانونس باش يمشيو الصغيرات يقعدوا فيها يتسيبوا ليفري ا اميم قدام المدرسه ويجيو لي ديلور هذوما ويعطيوهم حرابش الهلوسه ويعطيوهم المخدرات بجميع انواعها والارقام راهو في فما كميه تتعاطى وكميه لا فما برشا كميه بعد يا اخي مش كميه ماهوش قد عمش سال دو بيرمانونس ماهوش يكونوا 100% لكن الارقام مفزعه فهمتك اما مش خاطر فماش سال دو بيرمانونس فماش دي زكتيفيتي باراليل اللي انت عندك الحق باش تمس حاجه مش حاجه ممنوعه انت شباب راهو انت عندك طفله صغيره وباش تولي ادوليسون مؤثرات لا قدر عليها اللي تحكي عليه والا جي قدام المكاتب وتغري عبد صغير مازال مخه انا بنتي نحكي لها على كل شيء ونقول لها ونوعيها وبنتي اسمعني بعد غدوه ما تعديها في الشارع مش عادي بحداك في الدار وبنتي ما نرميهاش شكون يربيها لي ربيها انا وكل شيء على عينيا كيفاش اما توا انت غدوه مش تايبه باش تسكر عليها وتجيب لها اساتذه في الدار باش نكملك توا باش تمشي المدرسه سي كو لا مامون اليوم الام تحب تخرج وتحب تعمل سي تخيك لو بير اوسي كل واحد ومطيشين صغار مع شكون عندي نونو هل لا نوفيل توندونس ولا نوفيل وين نونو تحكي على لي نونو تحكي على في عالم شكون اللي عنده الامكانيات يعمل نونو
تحكي على أقلية قليلة راهي. لو نحكي لك على أرقام على مستوى وطني وأنت تحكي لي على ما تخليني نكمل معناتها هذايا بتقولي يعني اللي مش نونورا والجارد راهو كذا ما عندهمش لي مويا يا نوفل تخدم في المعمل يا نوفل تخدم في المعمل يا رجلها تمشي الخمسة تمشي الخمسة تروح الثمانية يا مريم اللي تعاطى المخدرات استنى استنى اللي تعاطى المخدرات والمخدرات كما نعرف سكوت دو لارجون سي با نيمبورت كي اللي تعاطى المخدرات شتعرف ما نعرف شيء يا مريم لحظة بكر في موليدكم عم تعرف شيء خلينا نقص النقطة ذي واني جايك شوية برك اسمعني شوية برك اوكي شوية برك تحبوني ندخل في الواحد قداش تبيع الشيء وقداش من شنو ما نعمل بالجرام والجرام بالجرام قداش قال لك الجرام تاع الكوكا ولا شنو كوكايين سامحوني سمعت تسمعوا فيا قال لك ب 300 دينار وقال لك الجرام الزتلة والحشيش بك الحسبة شكون اللي عنده شكون اللي عنده مش اللي سامحني ما كملش مش لي بارون شكون اللي عنده مش لي بارون اللي عنده مخصوص اللي يحطوا نونو كل شيء فما حرامش يا مريم يا اختي مريم مشيت ياسر بعيد فما حرامش 5000 مشيت ياسر بعيد فما تخليط نتاع حرموش اكستا ولا شو 5000 يا نوفل البطال بطال في لحظه خلي وليد يحكي لحظه وضحوا للشعب 5000 لا 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 اكثر حربوشه تدور توا في المعارك ترميلك في الكيس وانت في بالك وبكر لا ماكش جاي تعرف البلا الازرق اكثر حربوشه تدور 35 دينار شريت البطال شكون اللي عنده 35 دينار 35 دينار فلوس 5000 نتاعك ما عادش ما حد شايف تونس ب 5000 يز يا اختك ولا ب 5000 اللهم من لول بروموسيون باش يطيحوه اسمع ليك حاجه خايبه حاجه مضره يلا ترى وليد شريت البطال تونس البطال في تونس البطال في تونس بطال وما يقراش ما يعمل في حد شيء يصرف في معدل شهري في 5 ملايين شنو هي انت منين جبتها 5 هاني انا نقول لك انت انا تو ولاد حومتي جيراني ولاد حومتي خليه يكمل وليد ولاد حومتي اجي نكلمك بطل وفرانك لا دورو لا ما يخدمش ما يقراش كل يوم يتكيف في زوز باكوات ويعمل في ثلاثة قهاوي ويعمل في 15 كازوزة نتاع فرنسا خلينا نكلمك عادينا خليه يكمل يا مريم بالشعبي التونسي تعرف شو نقولوا نقولوا رزق البتاتي ياتي ما يتحسبلوش فلوس بلاش شنو حومتك خلينا نجي نسكنوا بحذاه ايش بحذاه ايش بحذاه انا اكبرت حوم انا اكبرت حوم يا وليد انت بربرت حوم انا بربرت حوم اي ما هوش صحيح خاطر تحكي فيه معناه كي نحكيه واحنا المعدل راهو كيف يحب يا مولاي كيف يحب بينا راهو مش هكا على رزق لبتتياتي في الجزء الثاني حطوا كيف يحب يفسد مش يلزم عنده 100000 باش يمشي يفسد حتى بلاش مع ما يدوش ويمشي يفسد لحظه يا مريم اسمعني ربي نمشيش اللوجيك انا قعدت في قهوه في حي شعبي اللوجيك يقول لي لا ما نخدمش خاطر انا باش نخدم باش تعطيوني 700 دينار حسب لي ترونسبور وباك ودخان وكذا قال لي نقعد هنا يسمسر شويه في الزطله يبيع ويشي كذا ندبر زوز ثلاثه سواقر ونعمل كذا وكذا واحسبها والقمار مع اي واحسبها اللي يعيش بمليون الشهر ما غير ما يمشي يخدم نحكي لك الشباب اللي ما عادش يحبوا يخدموا على خاطر التو نعطيو فيهم في 500 و700 اي جوست حاجه برك وهوني من الواقع مانيش باش نجيب حاجه من الحيط اوكي مش تفكير معناه لا حكايه قص انا ولادي قاري فيهم في معهد عموم معهد تاع الدوله صغيرون بالكل يقرا في البريفي مي الاخرين يقراوا في الليسي كوليج والليسي العادي اوكي في منطقه اوكي معناها محميه راقيه شويه اما في العموم ما نجبش نعرف ولدي شكون مش يقابل وانا هي الغلطه وفانا لحظه الغلطه اللي مش يغلطها بالرغم نوصي فيه كل يوم ونعاود نوصيهم ردوا بالكم وقتاش باش يغلط ما نعرفش هذه الاولى اثنين انا جاي من 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 عائله فقيره جدا مصروفي معناها كي نخلط على دينار في الجمعه نتسمى باهي برشا اوكي نقرا في الليسي يعني في الجامعه تحكي قبل اي قبل لحظه باش نحكي لك حكايه حقيقيه نقرا في المعهد النموذجي لحظه لحظه تي لحظه مانيش نحكي على الفقر يا بنتي لحظه تجوزت مري مهدة شوية تفضلي نقرا في المعهد النموذجي ليسي بيلوت في بالك دينار في الجمعة الثرية طبعا جربت الزتلة وانا في الليسي بيلوت جربتها وانا في وسط الليسي بيلوت اوكي جربت الكول وانا في وسط الليسي بيلوت ايه داكوردو؟ ايه وين المشكل؟ داكوردو بوبا لا شنو المشكل؟ ايه لا وين المشكل؟ لا جوست باش معناها لا تونتاسيون معناتها مع الهرجة لحظة في اطار لا لا راهو اطار اللي سي بيلوت راهو مش لعبة راهو لا باش نسلك خطير جدا راهو عادي تاكل اربع كفوف
من عند اي واحد بتعدي. وانا كنت في معهد كنت على الزاده ودارت قدامي الزات لها عمري ما تلفت لها. لحظه مبكر وخويا كيف كيف معناتها لمده السي بيلوت يحكي لك معناها يحكي لك ماهيش مرتبطه لا بالفقر لا بالغناء ماهيش مرتبطه بالاولياء يراقبوا ولا فقر بالغناء جسيم ماهيش مرتبطه بالغناء. ما نحبش التحليل يكون التحليل يكون لا ولكن ابو بكر هنا انت كونفيرميت قالت لك انت جربت وانا ريتها قدامي ما جربتش. أي. ما عندهاش علاقة بالتربية والأولياء ما وصلتش. والأولياء أي. يوصي والديهم وأولادهم ولا كذا ما تنجمش تحميهم. الإطار القانوني الإطار المدرسي سمحني الإطار نتاع الشارع هو اللي يحمي. حتى أنا كانوا أصحابي في صايل في الكيف صايل في صايل يحكموا لحظة يقول لي حدك لهنا بالروح حدك لهنا بالروح. اليوم هذو ما عادش موجودين دوك المجتمع هو اللي تبدل واضح. عم الطاهر وبعد عم حسن باش نحكيو شنو رايك في الحكايه هذه الادمان المخدرات اختار ولا مش اختار ثم الشارع ما ثمش كان العائله اي امانه كي ربي ولدي ما نخرجوش ستركتوري كيما تقول مريم في الشارع ما يتخافش عليه لا لا تربي يخرج للشارع يحب يجرب الصغير ثم سن باش يوصل سن المراهقه يحب يجرب كل شيء يحب يجرب الجنس يحب يجرب الزكاتاكا عطيه بلاكا فهمتني كل الاشياء هذية ويشوف زملاء معاه هكا اولاد وبنات هذا الشيء اللي صاير يوميا. عم حسن بعدها بيه بيه في جمله في جمله فريقتها امشي عم حسن. انا في الموضوع هذا نقول به خاطر انت قلت الضعف خمس مرات ولا اربع مرات اش معناه بالنسبه لي اذا فما تنميه ترويج مش مكافحه المخدر اللي يعيشوا تعيشوا البلاد هي تنميه يعني ترويج وصناعه وتصنيع المخدرات او يعني فما شيء خلل كبير جدا. ونقول يعني ما المجتمع هذايا يعني كانه بلاش مالي يلزم فما ناس تفكر وتفكر بعقل واسع بحيث تصبح فما امكانيه للسيطره على هذه الظاهره باش ما تدمرش الناس باش ما تدمرش فما توا هاو في الدنيا الكل فما نحن تعرفوا وقتاش بدي مثلا الحشيش التكرول اللي يتسمى بورقيبه وقتاش نحاه يا ودي كان الحشيش هذا احتكاريه للبي عند البي هو اللي يزرع ويبيعه فهمتني ودخل منه فلوس كي التراب كي يجيب بورقيبه قال لك حاب نبنوا الدار الوطنيه اي نبنوا الدار الوطنيه سايب علينا بالزطة ومن الحشيش ومن كذا كذا خلينا نكونوا واعيين اي بعد يعني عملنا 50 ولا 60 سنه من بناء الدوله الوطنيه وصلنا نلقوا تهريب المخدرات وترويج المخدرات الضعف خمس مرات بن عشر لاي سنوات رقم خرج انا مع زراعتها تنميه للفلاح لحظه اي يا اخو لحظه 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 المغرب انا شفت رقم عنده المغرب المغرب هي المغرب الشقيق عملت تنظيم لهذا القنب الهندي سيبوا لا 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 نرفض نرفض هذا الموضوع ما ترفضش لا لا نرفض هذا الموضوع. ثلاثة أيام التالي خرج الرقم 700 ألف تونسي يستهلكوا المخدرات اي باهي مش مشكلة مع العلم ينجم يكون أكثر اي باهي اوكي الواقع هو تكمل علي بعد نقطة ونختم شنو هذاك احكي لا واقع ازرع المخدرات في حصتك لا تزرع لا لا تزرعها الدولة التونسية امورها كما جربنا الدخان احنا هكا ومش منعين تقيني خلينا يزي والله ما تولي تونس كلها اليوم يعني في العالم عالية ماك زيد من كندا ماك زيد من هولندا ناقص على كندا مخ وفكر صحيح اي شو ماني زيد من كندا خي معاقين ناقص عنا إعاقة نحن لا لا ما تردليش لا لا ما تعمليش شعبوي هذه لا والله لا ولا لا ولا لا ولا لا لو سمحتي للكل 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 مش حر ولا في تونس فما ناس تحب تشرب وناس ما تحبش الوعي والإدراك يخلي يا ودي ولكن لحظة في لحظة في بلدان في بلدان متقدمة الكل مخدر والدخان مخدر في بلدان ومدمر الكل مدمر مخدر في بلدان متقدمة يتباع حتى عند الحماصة اي مش مخدر في تونس لا منظم اي منظم فهمت الفرق يتباع عند الحماصة والعطارة وكذا الحق يا نوفل ولا واقع نهات لي ولي عندك واقع عندك زوج حلول يا اما تهز الناس كل الحبس وتقضي عليه تماما يا اما تقنوا نحكي اليوم اصبحنا في وضعيه كيفاش تقنن قال لك القنب المخدر تفضل